السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بدايه فلوج جديد. انا دلوقتي لسه صاحي من النوم، ما نمتش غير ساعتين، ما فيش غيرهم، وسهران طول الليل. المفروض دلوقتي ان انا عندي تصوير اعلام في التجمع الخامس، عشان تعرفوا بس اللي احنا بنتعب قد ايه. فالمفروض دلوقتي ناخد عجلتي واطلع اروح لهم بسرعه عشان ما اتاخرش عليهم. فيلا بينا نشوف اليوم بتاعنا هيبقى بادئ ازاي، وهوريكم كل حاجه في الاعلان والتصوير وكل حاجه. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه انا نزلت من العربيه وراح اصور الاعلان، عايزكم تكملوا الفلوج عشان تشوفوا كل حاجه. يلا بينا. كتير وقربتها بالبطاطا. مش ببدل ولا بعمل اي حاجه، من غير موتور العجله بتجري لوحدها. ما شاء الله على الطريق بتاع التجمع الخامس. العجله بتجري لوحدها، الطريق هنا نظيف في التجمع الخامس بصراحه، يعني احلى من عندنا من الحلوان يعني بكتير. يقول انا وصلت دلوقتي واخش اغير اللبس واظبط دقني والكلام ده. دلوقتي يا جماعه ظبطت دقني زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو كده. انا يا جماعه غيرت اللبس بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بصوا البنطلون الواسع ده. مش عارف انا اعمل ايه في الطقم ده، قولوا لي كويس شكله حلو. انا لبست زي ما انتم شايفين كده وخرجت بره، ودلوقتي هو ده المكان اللي احنا هنصور فيه الاعلان. بصوا كده في لمبه اهو، عايز اوريه لكم، هو ده اللي هنبتدي نلعب عليه. طب دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين الرمب ده انا هجربه دلوقتي، يلا بينا. يا جماعه احنا بنزين العجله زي ما انتم شايفين كده، ومعايا احلى كامبا في الدنيا، احلى مخرج. عرفت نفسك انت، ما تفتحش بص كده على الكاميرا. احنا بنزين العجله دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا بنزين العجله اهو. شوفوا حاجه حلوه قوي اهو، في نور اهو تحت اهو. ودلوقتي يا جماعه ادي الشكل اللي احنا هنعمل بيه الاعلان. ايه رايكم في الشكل ده، جامد؟ دلوقتي يا جماعه في ناس كتيره ما بتعرفش تسوق السكيت بورد، انا جاي النهارده عشان اعلمكم هو ازاي بيتساق وازاي بتجيبه من الارض. يلا كده نجرب. اول حاجه بتحط على الارض كده، وتحط رجلك اليمين كده اهو بالظبط اهي كده، الحته دي في الحته دي بالظبط، وتبتدي تمشي برجلك بس كده، تبتدي تمشي برجلك كده اهو، وتحط رجلك بعد كده كده ورا وتمشي كده. هتحط كليب في اليمين وتلف رجلك كده تحت. زي ما انت شفت كده، بص بقى خليكم زي ما انتم معاك. عايز بقى تجيبه من الارض تضربه كده، بعد كده الحته دي كده بسند رجلك اهو، تعمله كده اهو، رجلي كسر رجلي تاني اهو، تعمل كده اهو، تجيبه كده حطه في جنبك كده، تمشي شبح بقى كده. هنجرب تاني. عايزينك نفسي اعمل بيه حركه بس مش عارف هو ما بيعمل بيه حركه ازاي يا جدعان، حد يقول لك يا جدعان. نايس نايس نايس. نفسي والله يا جماعه اللي انا اعيش هنا. بص دي مدرسه، دي المفروض ان دي مدرسه، انا مش عارف حلوه بالحلاوه دي ازاي، ازاي عندنا المدارس العاديه. يا بص في العاب ورايا اهي،
الدنيا جميله هنا والله. يا جماعه انا بقول لكم حركه على الرمب زي ما انتم شايفين كده، مش عارف هتيجي ولا لا.